جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة، هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم يقتصر على الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. والاستفتاح مستحب، طيب. وقراءة الفاتحة ركن، لا سيما عند من يرى أنها ركن في حق المأموم أيضا، يتأكد عليه قراءة الفاتحة. إن كان الوقت يتسع للإتيان بالاستفتاح وقراءة الفاتحة قبل الركوع هذا أحسن وأتم، طيب. أما إذا لم يبقى إلا مقدار قراءة الفاتحة فتتأكد قراءتها لئلا تفوت عليه. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، هذا الحكم سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية؟ نعم، عند من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، نعم، سواء كانت جهرية أو سرية. نعم.